افتقدت الأمة خلال الأسبوع الماضي 3 من علماء الأمة. أنا كنت مثلا أجلس إليه، يا والله كنت أقوم بقلب جديد. جعلت أبكي بكاء شديدا مريرا، والله ما تملكت نفسي أبدا وأنا أقبله وأنا أدعو له. ثم بعد ذلك غطيت وسجيته مرة أخرى. فإذا كان الميت هو عالم من علماء المسلمين، مبلغ عن الله آياته، ومبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه، وموقع عن الله في الكلام وفي الإفتاء، كانت المصيبة أعظم. موت العلماء مصيبة تحل بأمتنا الإسلامية. إنه لا يبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما عضو من أعضائي قد سقط. وده من بركة العلم، من بركة العلم أنه يورث صاحبه أدبا. هو دائما ما كان يعلمنا من هذا المنبر، منبر قناة الندى، هو لا يطلب شيئا، لا يريد شيئا. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية لا إله إلا الله. ما فيش حد أصلا هادعو، ما فيش حد أصلا عنده الملكة، عنده العلم، عنده القدرة أصلا إلا أن يدعو غيره. حقيقة كانت جنازة مشهودة شهدها آلاف الناس. ألا أيها الموت الذي لست تاركي، أرحني فقد أفنيت كل خليلي. أراك بصيرا بالذين أحبهم، كأنك تنحو نحوهم بدليل. كان الوقت كله في الدلالة على الله. جعلت أقبل ما بين عينيه وقبلت رأسه وقلت له طوبى، طوبى لك أيها الشيخ. فقد الأحبة فالفراق عنه.